انت بجد جايب ناس تزيط؟ دول شكلهم جايين لعم سيد، مش سامعهم وهما بيقولوا سيد يا سيد. اه صحيح، كلم عم سيد، ناس قرايبك فرحانين بينادوا عليك هم. لا ابدا، ده الالترس بتاعي جاي يشجعني وانا بقرط على عفشه. قرايبي مين يا جاهل منك له؟ ده فرح. والفرح ده جاي علينا كده ليه بالحماس ده؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أؤمري. الأمر لله يا حبيبي، روح العب مع صاحبك بعيد. واه، وانت صاحب التمنية دي يا عسل. التمنية ده فنانة، انت جاية مقلة. الكابتن يبقى صاحب وقائد الفريرة. فريرة ولا شخليلة، والنبي ما حد خايل عليه القيادة غيرك انت يا عسل. يلا نهايته، احنا عايزين نحمل جهاز العروسة بتاعتنا عليها. نعم، الفريرة F-17 تنقل جهاز عروسة ليه؟ من قلة شغل يعني؟ شوف يا عزوز يا ابني، هو من قلة شغل فعلا، خليك فير في انفعالك. لا يا عم سيد، لا يا عم سيد، لا ده انا جوع اكلها بدقة اتقشف، بس ما هنش الفريرة ولا اقلل من قيمتها ابدا. تقلل قيمة مين يا وان؟ ما تقف عيوك وتتكلم عادل، انت مش عارف انا مين ولا ايه؟ لا طبعا، لا طبعا عارف الفنانة فاطمة عين، صح؟ بس برضو أنا لا يمكن أوافق إن أنا المعلمة أم ضابش. ما سمعتش كمان عن المعلم ضابش؟ فتوة إمبابة وكبيرة وحامية وحراميها. معلم ضابش هو في حد ما يعرفوش يا أمو الغالي؟ ربنا يفك سجنه بقى. لا ما هو خارج وفرحه كمان أسبوع إن شاء الله أول ما يخلص المرابة اللي عليه، وأدينا بننقله الرفايع أهو. ولا رفايع ولا تخايل، انا لا يمكن انزل بمستوى الفريره واقبل اشغلها عربيه كارو من اجره. انا الكابتن. ايوه يا ضابش، ضربت مين تاني يا واد؟ احنا ما صدقنا خرجت من القضيه الاولانيه. طب مات غيبوبه؟ طب الحمد لله ربك ساتر. امسك نفسك بقى اليومين دول، فرحك قرب. انا خلاص بتفق اهو. طبعا يا حبيبي، لو حد زعلني هكلمك على طول. امال سلام يا قلب امك. حضرتك يعني يا معلمه مضبش، انا كنت بس عشان الوزن يعني، انما لو رفايع زي ما حضرتك بتقولي عادي، هتبقى خفيفه يعني وهتبقى رحله ظريفه جدا. ولا يا رجاله